أكثر من 300 مليار دينار جزائري خصصت لتمويل برامج تنموية بمناطق الظل، مبلغ هام يعكس الجهود الرامية إلى توفير ضروريات الحياة للساكنة على غرار التزويد بمياه الشرب وترقية الصحة الجوارية. هذا ما حمله مخطط عمل الحكومة المعروض للنقاش على مستوى مجلس الأمة. سمحت المجهودات التي قامت بها السلطات العمومية إلى غاية الآن بتمويل برنامج يضم 24216 عملية بمبلغ قدره 310 مليار دينار خلال سنتي 2021 فقط، كما بلغ عدد المشاريع التي انتهت بها الأشغال أكثر من 13135 مشروع عبر 1343 بلدية. وتتعلق هذه المشاريع خاصة بعمليات التزويد بمياه الشرب والربط بشبكات الكهرباء والغاز وشبكات التطهير وترقية الصحة الجوارية وفك العزلة وإنجاز مساحات للعب وفضاءات للترفيه. تحسين الإطار المعيشي للمواطن والقضاء على الفوارق الموجودة بين مختلف مناطق الوطن هي عوامل من شأنها تجسيد طموح بناء جزائر جديدة. إن تجسيد بناء جزائر جديدة مرهون بمدى تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية محلية مستدامة والقضاء على فوارق بين المناطق والعمل على إيجاد آليات وسبل بعث التنمية فيها وتأهيلها وتنمية المناطق التي تحتاج إلى مرافقة خاصة والمسمات بمناطق الظل. بعد أن صدق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، ها هو مخطط عمل الحكومة بين يدي أعضاء مجلس الأمة لمناقشته وإثرائه على أن يعرض للتصويت في جلسة علنية هذا الأربعاء.